الآن مدارس التدخين الشخصية مرموقة من دولة الإمارات العربية المتحدة استطاعت على مدى أكثر من 35 عاما أن تحكم نفسها مكانة في قلوب أصحاب الهمم أو كما يطلق عليهم البعض متحدي الإعاقة وما زالت تواصل عطاءها الإنساني الفياض. حي معي معالي الأستاذة الدكتورة نادية خليل توظيف طارق شخصية عربية في مجال الأعمال الإنسانية لأصحاب القمم عام 2019. والآن مع فيلم تسجيلي عن بعض أعمال معالي الدكتورة نادية خليل إبراهيم صادق. Thank you.
التخصصية المصرية والتخصصية اللي هي الصحي يقدم أفضل الخدمات العلاجية التدريبية التأهيلية مع أفضل المعدات والأجهزة المتطورة التي تتناسب مع الحالات المتواجدة بهذا الصحي الإنساني المطلق. Treatment of children with developmental neurological and growth-related conditions. It takes into consideration the unique needs, anatomy, and biomechanics of children. The importance of pediatric physical therapy to improve the biosynthetic function of children who suffer from a wide range of injuries. To work with children and their families to assist each child to reach their maximum potential and functional integrity, and to promote active participation at home, in school, and in the community. To evaluate and provide treatments for delay in motor skills, and developing the strength and range of motion that children need to move throughout the environment easily and effectively. Assessing flexibility, strength, posture, gait, sensory processing, balance, coordination, skills. As a smoker's benefit, using standardized testing for age equivalence. See on the channel includes cross-motor skills, development subject to age, with good quality to both sides of the body. Gracias.
مكانهم هم اغانيهم بحيث نحقق هدف هذه الارض الطيبه اللي تقول ان كل فرد من افراد هذه الارض توصل افضل الخدمات. فعلا يعني احنا عندنا جانب من الفيلم التسجيلي وفعلا عمل مميز للدكتورة نادية خليل الصايد وتستحق عليه الشكر والتقدير. وطبعا دولة الامارات العربية المتحدة، امارات زايد، امارات القادة الامارات كلهم وشعب الامارات لهم محبة كبيرة في قلوبنا كمصريين وفي قلوب كل العرب، فتحية ليها وتحية لدولة الامارات العربية. معالي الأستاذة الدكتورة نادية خليل إبراهيم صالح. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الأنام محمد المصطفى وآله وصحبه الكرام. حكومة العراق بلد الحبيب، بداية أتقدم بخالص الشكر والامتنان لشبكة أعلام المرأة العربية وعلى رأسهم الدكتور الفاضل سعادة المستشار الإعلامي دكتور معتز صلاح الدين الحكومي الشامس. أشكر التي رافقتني وشاركتني الاحتفال المميز في جمهورية مصر العربية، لها الشكر والتقدير. أنا من الإمارات وأنا من زايد التي قضت وأفنت عمرها في عمل زادني عزا وشرفا وكرامة. فمسيرتي التي تقدر ب35 عاما من التحدي والعطاء وذلك لتحقيق النجاح الذي زادني عزا وشرفا لأكون صاحبة وسام أم الهمم الذي اعتليته كعرش للعيون، فقد بي أن أهب نفسي وحياتي وأكرمني الله بأن أكون أما للجميع. أنا أما لمن ولدوا دوني وجود أما بينهم ملائكة بأرواحهم وأجسادهم، أما لأيتام أصحابهم. أنا أما لمن تفككت أسرهم وحكم عليهم ظلما أن يدفعوا الثمن، لذا أنا سعادتي لا تقدر بثمن ولا بمكيال، قدري هو سعادتي. تعلمت أن أحب نفسي لأبنائي، تعلمت أن أجاهد بروحي لفنانات الكتب الذين وهبه الله لي لأكون أسعد من خلق في من نارت له الحياة وأضاءت برسالة الكتب، وتعلمت أن أتدبر معنى الآية وما من خير تفعلون إلا وتجدونه عند الله خير. لذا أخلص في عملي لهم لأنال رضا الرحمن ولا لو رضا سيدي المصطفى صلوات الله عليه. إنهم كانوا سببا لهذا القدر السعيد، تعلمت الحب والحنان على أيديهم فأصبحت البسمة التي لا تفارق حياهم وأصبحت بهم أسعد أمرأة. قادت فريق اصطفاه الرحمن ليكون نخبة متميزة لا تجلب إلى السعادة. حقا انني فرحه لاني لا انتظر مقابل، فبعطائهم نلت الكرامه وبعطائهم نلت شرف العزه وبعطائهم تعلمت الحب والوفاء. فبخدمتهم اطلب المولى ان يكرمني القبول في خدمتهم وصحبتهم والعمل على اسعادهم لاكون لدى حسن ظن المولى وظن امي كريم. لا أرجو من الله العلي القدير إلا أن تعينوني وتساعدوني لأصل بهم إلى قمة الرضا والهنا. أحمد الله وأشكره بتفضله علي لخدمتي في هذا المجال لأكون أما لأصحابهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشكر الدكتورة نادية على الكلمة الوافية، وبشكر شقيقة حضرتك محاضرتك ونورت مصر وأهلا بكم مساء النور. والآن يقوم معالي الدكتور معتز صلاح الدين رئيس الشبكة بتسليم معالي الأستاذة الدكتورة نادية خليل إبراهيم الصايغ أوسكار أفضل شخصية عربية في مجال الأعمال الإنسانية. رئيس اللجنة
الإعلامية بتسلميها شهادة تؤكد فوزها. شهادة فوز